بابا دابا مشكور هذا دوا انسولين رايم تفك سكر لا يا معود هاي حوشك الانسولين حق العضلات شنو حق العضلات ايه اكيد ما شاء الله عليكم جسمين الا انا شوفوني طحضي يلدع العظمه زمان اول انتهى من اليوم ورايح راح ابني جسمي بنفسي ابراهيم هذا مو زين هذا مسبب لك اضرار بالجسم شنو حبيبي ترى الانسولين والهرمونات الذكوريه راح تاثر على جسمك والدمره وهالاشياء هذه يمكن تسبب لك مشاكل بالقلب وبالاوعيه الدمويه والكبد والهرمونات هذه اللي قاعد تسويها انت والمنشطات ترى تسبب لك عقم بجسمك لا معود خلاص اخذوها ما ابيها فكوني منها بس تعالوا شلون بنيتوا جسمكم انتم عافيه عليك شوف احنا داشين نوادي رياضيه ونتدرب عند مدربين عندهم كفاءه عاليه بالتمرين وناخذ مكملات غذائيه مرخصه استخدموا فقط المكملات الغذائية المرخصة من وزارة الصحة وابتعدوا عن الأدوية المزورة والمزيفة مع تحيات إدارة تفتيش الأدوية وزارة الصحة